قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن، يا حامل آي النور فتى بشراك عطية ذي المنن، بشراك عطية ذي المنن. هو أنس سكن وضياء وجلاء الهم كذا الحزن، وجلاء الهم كذا الحزن. قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، نحيا بهداه. بعد موضوع القرآن الكريم من التلقي إلى التزكية سنة 1431 هجرية 2010 ميلادية، وموضوع تعليم القرآن الكريم فريضة شرعية وضرورة حضارية موسم 1432 هجرية 2011 ميلادية، اختار المجلس العلمي المحلي لإقليم الرشيدي موضوع الهداية والاهتداء بالقرآن الكريم محورا لأشغال ملتقى سجل ماسة للقرآن الكريم في طبعته الثالثة، وذلك تحت أنوار وضياء قول الله عز وجل من سورة الإسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا الملتقى الذي نظم يومي 26-27 من ذي القعدة لسنة 1433 هجرية الموافق 13 و14 من أكتوبر 2012 ميلادية، تصدرته الجلسة الافتتاحية التي أطرها السيد عام الإقليم الرشيدية والسيد رئيس المجلس العلمي المحلي بالرشيدية بكلمات أجمعت على أهمية هذا الملتقى في اكتشاف كنوز القرآن الكريم. اجتماعكم اليوم في هذه الربوع الطاهرة في هذا اللقاء الهام الذي ستدارسون خلاله وعلى امتداد يومين كتاب الله عز وجل وتناولكم بالشرح والتحليل لموضوع الهداية والاهتداء بالقرآن الكريم سيكون له أطيب الأطر في أوساط ساكنة إقليم الراشدية مهد الدوحة العلوية الشريفة. عرفت هذه الربوع مهد الدولة العلوية الشريفة بتجذر العناية بالقرآن الكريم فيها منذ الفتح الإسلامي، فكانت سجل ماسة أهم حواضر المغرب يومئذ مليئة بشيوخ إقراء القرآن الكريم وتدريس علومه وبعلماء متمكنين في تخصصات أخرى، كان ذلك في كل قرية من قراها كما ذكر ذلك المؤرخون، كما عرفت بامتثال أخلاق قرآنية عظيمة كالتعاون والتعاضد والتكافل والمواساة والحياء وحفظ الأمانات وما إلى ذلك من أخلاق قرآنية كثيرة. ومن ثم كان من أولى الأولويات لدى المجلس العلمي المحلي بالراشدية خدمة القرآن الكريم في كل المجالات المرتبطة به، بناء على ما ورد في البرنامج السنوي للمجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه أمير المؤمنين نصره الله تعالى، فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد. ومن ثم ووفاء لما بذلوه من جهد خدمة للقضايا الدينية، شهدت قاعة فلسطين من ضمن فقرات الجلسة الافتتاحية تكريم عدد من الأعضاء السابقين بالمجلس العلمي المحلي لإقليم الراشدية. بنزه المصونة سيدي عمر الحبيب
والأستاذ مشكورين جزاهم الله خيرا. كيز وأدعو جميع المشاركين وجميع الوعاظ والعلماء والمرشدين وكل من له يد في هذا الحق الديني أن يكون قدوة حتى يقتدي به الجميع وحتى يكون لقوله وعمله أثر كبير في التوجيه والإرشاد. كما تم تكريم عدد من العاملين في مجال الوعي والإرشاد واحتفاء بحفظة القرآن من اليافعين، كرم الحضور أصغر حافظة للقرآن الكريم بالإقليم، وكانت من نصيب الطفلة مريم مكاوي. كرمني المجلس العلمي اليوم لأنني أصغر حافظة القرآن الكريم، وشكر جزيل للفقيه مولاي أحمد إسماعيل الذي ساعدني على القواعد الجودية في القرآن الكريم. هذا تشجيع لنا وفي نفس الوقت تكليف باش نزيدوا نتشجعوا نأديوا الأمانة كيف بغى الله سبحانه. إلا هو شعارنا خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكنقدم واحد الشكر جزيل لمجلس العلمي المحلي برشيدية رئيسا وأعضاء وموظفين، والله يجدهم من فضله. وتعزيزا لنهج انفتاح مؤسسة المجلس العلمي المحلي على هيئات ومؤسسات المجتمع المدني، تم توقيع شراكتين، الأولى مع جمعية الأمل لمتقاعدي ومتقاعدات التعليم بتنجداد، والثانية مع جمعية أيت عيسى للتنمية المندمجة والتراث بتنجداد. إذن أتمنى صادقا أن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها من طرف الجمعية أيت عيسى للتنمية المندمجة والتراث والمجلس العلمي المحلي لإقليم الرشيدية ستكون بمثابة قفزة نوعية في هذا المجال، خاصة لما يتوفر عليه المجلس العلمي المحلي لإقليم الرشيدية من خبرة في مجال الإرشاد والتوعية لتنوير عقول المواطنين ولتحقيق التنمية الشاملة. والحمد لله قد انتظم عقد العلماء وعقد أهل القرآن الكريم في هذه الجلسة السنية العالية التي نسأل الله عز وجل أن تكلل أشغالها بالنجاح. عالمين الرحمن الرحيم. وعلى مدى يومين كان المشاركون على موعد مع فقرات الجلسات العلمية التي تناولت المحاور الأساسية الآتية: الهداية والاهتداء، المفهوم، المقاصد، الأنواع والمجالات. ثانيا الهداية والاهتداء والمعيقات. ثالثا منهج الاهتداء بالقرآن الكريم. رابعاً الفقه والبيان والاهتداء بالقرآن الكريم. خامساً الهداية في القرآن أسباب وثمار. إن المسلم محطة تصفية كاملة لا يسمح للشر بالمرور، وإن استقبله فإنما لضرورة، لأن الله جل جلاله جعل أجهزة الاستقبال لا تغلق ولكن أجهزة الإرسال تغلق، فيجب التحكم فيها. وإذن يمكن للمسلم أن يستقبل الخير والشر ولكن لا يرسل إلا الخير. إن للقرآن هداية بالليل والناس نيام لا يعرفها إلا من ذاقها، ولذلك قال أحد السلف حين رأى قوما لاهين غافلين يغنون ويرقصون ماذا قال؟ قال ونعم ما قال، لذة أهل القيام في ليلهم أجمل وألطف وأحسن من أهل اللهو في لهوهم. وقد تفاعل المشاركون في الملتقى مع المواد العلمية المقدمة من خلال التتبع والاستفسار والإضاحة والاقتراح، كما عبر الضيوف والحاضرون عن أهمية هذه التظاهرة وتميزها موضوعاً وتنظيماً. هو أيضاً فرصة ومناسبة للقاء مع ثلة من رؤساء المجالس العلمية بالوطن ونخبة من العلماء
في هذه الربوع الطيبة، ربوع القرآن الكريم، وهو فرصة أيضا لتجديد العهد على الإقبال والعناية بالقرآن الكريم حفظا وتدبرا وتطبيقا. سوف نقفل فاضل نقول هذا أكبر من هذا أو هذا أحسن من هذا، فهم يشتركون. ومن أجل إعطاء إشعاع أكبر لهذا الملتقى وتوسيع قاعدة المستفيدين، حرص المنظمون على برمجة العديد من اللقاءات العلمية في عدد كبير من مساجد دوائر الإقليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالجلسة الختامية أسدل الستار على الطبعة الثالثة من ملتقى سجل ماسة للقرآن الكريم، تضمنت شكرا خاصا وتنويها من طرف رئيس المجلس لكل المشاركين والمنظمين والمساندين والداعمين، كما تميزت بقراءة البيان الختامي والذي أورد عددا من التوصيات الهامة. أولا، التأكيد على أهمية الملتقى وضرورة استمراره وتطويره. ثانياً، العناية بالقراءة الفلالية تحفيظاً وتسجيلاً وتداولاً من أجل نشرها وضمان استمرارها نظراً لتميزها. ثالثاً، التمكين للغة العربية في كل الفضاءات باعتبارها من مفاتيح الهدى القرآني، وخاصة في المؤسسات التعليمية والإعلامية. رابعاً، جعل ثم رفعت الجلسة الختامية بعد أن استمع الحاضرون لنص برقية الولاء والإخلاص المرفوعة من طرف رئيس المجلس العلمي المحلي بالراشدية إلى أمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله. قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن، يا حامل آي النور فتاة بشراك عطية.